عسلامة. عسلامة. لاباس؟ الحمد لله. صحة بخير؟ الحمد لله. اش عاملة؟ نقرأ. سبق. منين؟ من تونس. صديقت صديقة. تنجم تتحول الحب؟ اي شوي. كيف شوي؟ بالعاطفة وال بالعاطفة سو يعني انك تتعرف على شكون وعلى اساس اصحاب وكل شيء، نجم من بعد من مع الوقت نجم تحبه؟ نجم ما عشتش تجربة هكا؟ عشتها مع شكون؟ فيش كانت التجربة؟ مشي سافا من لو بعدك رخت. فيش تعرفت علي الشخص هذا؟ تعرفت علي على الفيسبوك ده. وقعدنا بريود شوية بعدك لا بريود قديش هكا؟ 5 سنين 6 سنين كيك 6 سنين 6 سنين ستة سنين معناها فترة باهية انك تعرف شخص هكيكا. يعني قديش من الأول بقيتوا أصدقاء؟ شهرين كذا شهور هكيكا. بعد بديت تولد المشاعر انكم تقربوا أكثر شوي شوي. شنو رايك في العلاقات العاطفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي انت ديجا توا تعرفت عليه بالفيسبوك؟ فيش لا شوي. قديش بنسبة قديش فيش لا؟ 10 كيكا فبريب بالعشرة و كا. انت تجربتك هذه معناها شنو هي الدرس اللي تعلمت؟ ثقتي فماش بين الاكسيون سيري وتحكي وكل شيء ما بين لي بين يخموا في حاجات اخرى وبين يخموا في حاجات اخرى. فيش يخموا شنو الحاجات الاخرى؟ الحاجات الاخرى حاجتك وحاجه قدرك كالحكايه تيتيت خلينا نقولوا تخديم مخ. اي وفما حاجات الاخرى يحبوا على سري ويجن كرم داركم وهكا 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 اذا كتبوا ما تلقوش في تونس. مش كون سري؟ اي جملة؟ جملة. قديش عمرك انت؟ 30. ان شاء الله عمرك 30 يعني سي لو طون نورمالمون. شو هو السبب؟ ما لقيتش سري؟ جملة. بالك انت فما حاجة مش هي مثلا انت مغلية شروط و ليه؟ ولا ليه؟ اسكو واحد فما واحد تعرفت عليك كل شيء جي قدام الدا قدام الحانة طعمة تو ما عادش ما عرفتش شنو هي السبب؟ فما حدا سبب معناها تضيع الوقت وكهو؟ أكيد. انت كيف تعرف على على شكون من الاول معناها انت تحط دي ليميت حدود راو هكا راو هكا والا كيفاش يحطك ليميت شوي؟ شنو هما لي ليميت نتاعك؟ تمشي تعمل معاقة وبعدك حاجه حاجه قدك يقول لك هاي 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 ما عدا في المحدود معناتها. ما تتجوزش قديش مالها؟ من با شهر وتوفى العلاقة؟ كنت معاه انت قلت لي 6 سنين. اه كان سرو ولا كان يضيع في وقته؟ كان يضيع في وقته بصراحة. 6 سنين راه؟ اه مش شوي. اه كيفاش عرفت اللي هو يضيع في وقته؟ بالتخمي بالاهتمام تاعي. ما يهتمش؟ لا يقولك هيا خرجك ولا هيا اخرج معايا لي يحبك طول فما ليميت يقول. انت كيفاش تحبوا الراجل؟ حاشا قادك عاش شو اسمك نحب نخرج من البلاد. انت تحب تخرج من البلاد؟ اي ما عادش تخمم انك تعرس وتستقر صاي صاي تخرج من البلاد شكون من تونس
حطوني مش معه هكا. كيف فما شكون معناه مثلا من شروطك انه يكون يعيش لبرا؟ معناه انت تو تختار فيهم بالكعبه؟ ليش اللي يعيش لبرا مرحبا، ماكش تعيش لبرا لا. هكا هي تغشوا عليك. ولا ليه؟ شنو هي البلاصة اللي تحب تعيش فيها البر؟ اللي تتمنى تمشي لها؟ فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هكا. وكي باش تمشي غادي شنو باش تعمل؟ نكمل قرايتي. تعلي سيتي. قادرة عاملة البريود نتاع الفورماسيون، عاملة البريود نتاع لي سيتيك معناتها. شنو أنت تعمل فورماسيون توا؟ تاع لي سيتيك. ترى روحك انك تلقى بها خدمه وافيق؟ طب في تونس ولا البر؟ لا البر، يطلبوا منهم برشا هكا في من تونس. انت تحب تخرج البر؟ تنجم تحرق؟ لا ليش نخمم فيه بس هذاك تعرف ضد الحرق. انت بكري وانت تحكي معايا فما برشا يستخيلوك اللي انت قوريه. امين تونسي. ديما يقولوها لك هذه والا لا؟ يبداو يحكيوا معاك باللونجلي على اساس انت قوريه وكذا بعد تطلع تونسي. صحيح. حاجه باهيه ولا خايبه؟ حاجه باهيه. طلع على انك انت بلوندا و الرجل التونسي يعجبك ولا لا؟ شناهي؟ في تربيتو كل شيء. شنو هما السلبيات؟ ما عندي حتى شيء. سلبيات تراها كامل ايجابي بكله؟ اما تحسك متناقضة شوي خاطر بكري تحكي لي على انهم يعديوا في وقته. كل شيء تحسهم يعديوا في وقايته معناتها. وانت قرارك توا كيفاش؟ قراري خليني قلت لك واحد يطلع كهوا ولا كهوا تخرج وكهوا. ان شاء الله ربي يسهلك. ميرسي بوكو. ميرسي.